السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة العاشرة من حلقات برنامج دردشات تربوية. موضوعنا اليوم هو موضوع جميل جدا، فيه الكثير من الحب والسعادة. موضوعنا اليوم عن الدمج. قبل أن أبدأ هذه الحلقة أود أن أسألكم، ماذا يعني الدمج لكم؟ الدمج هو عبارة عن دمج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة مع الأشخاص العاديين، أي إعاقة كانت، سواء بصرية أم سمعية أم حركية أم نطقية أم عقلية، ويكون الدمج من خلال قبولهم من الطرف الآخر، أي أن يقبلوا من الأشخاص الذين يعيشون حولهم، أي الأشخاص الذين لا يشتكون من أي إعاقة أو مرض. سأحكي لكم اليوم قصة جميلة جدا تعرفنا على فوائد الدمج سواء في المدرسة أو في أي مكان. إذن هيا لنبدأ القصة. كان هناك طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وكانت كفيفة، أي فاقدة للبصر، لا ترى. في هذا الوقت كان والداها يبحثان لها عن مدرسة لتبدأ مشوارها التعليمي كباقي الأطفال، ولكن والديها كانا لا يريدان أن يضعاها في مدرسة داخلية، بل أراد والداها أن تكون مدرستها عادية جدا كباقي مدارس الأطفال. بحث والداها طويلا عن مدرسة، وأخيرا وجدوا لها مدرسة جميلة جدا. وكان الشيء الجميل فيها أنها دامجة، أي فيها مبصرين وهي أيضا مكفوفة معهم. عاشت حياتها بصعوبة في بادئ الأمر، حيث إنها كانت تتلقى بعض الإهانات والشتائم والملاحظات السيئة التي كانت تزعجها في أغلب الأوقات، ولكن سرعان ما كبرت وتعلمت وأصبحت إنسانة جميلة وواعية. أحبت مدرستها بصدق وتعلقت بها، وأيضا التلاميذ الذين كانوا معها أحبوها جدا وتعودوا عليها ولم يشعروها يوما بأنها ناقصة أو بأنها تتميز عنهم أو بأنها تختلف عنهم بشيء، بل ساعدوها وساعدتهم وعاشت معهم أجمل لحظات حياتها. حتى المعلمين والمعلمات كانوا لها خير مرشدين وخير داعمين في الحياة. تعلمت هذه الفتاة شيئا مهما من هذه المدرسة، أن الدمج هو حل مناسب جدا للتأقلم مع الحياة والتأقلم مع الأشخاص والتعرف على أناس جدد وتكوين صداقات وعلاقات كباقي الأشخاص. ولكن في مدرستها كانت توجد لها مربية خاصة لها ولكل من التحق بها من الطلاب الجدد، الطلاب الذين لديهم إعاقة البصر، كانت تحل لهم جميع مشاكلهم الدراسية، مثلا تطبع لهم بطريقة برايل، تشرح لهم الرسومات المعقدة، تحول طباعتهم بطريقة برايل إلى الكتابة العادية، إلى المعلمين الذين يصححون لهم مسابقاتهم. وبعدها تأقلمت الفتاة مع الحياة واندمجت معهم بشكل صحيح وجميل. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه القصة. نستقبل الآن الأستاذ الفاضل والمدرب الكبير الأستاذ أحمد الشريف. أستاذنا الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في برنامج دردشات تربوية وعبر إذاعة النور. أستاذ أحمد، أخبرنا، ما هو تعريف الدمج؟ وما هي فوائده وسلبياته؟ وكيف يؤثر إيجابيا على نفوس الطلاب؟ الهواء مفتوح لك أستاذ أحمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة، جزاكم الله عنا كل خير. الحقيقة موضوع الدمج موضوع جدا جدا مهم، وفيه أخذ ورد، وفيه ناس مع وناس ضد،
طبعا إذا بدنا نحكي عن الدمج كتعريف على صعيد المسألة اللي عم نحكي عنها موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، عملية مستمرة لتقبل ذوي الاحتياجات الخاصة والنظر إليهم كقيمة مضافة. هون المهم، النظر إليهم كقيمة مضافة، والأصل أنه ننظر لأي شخص كقيمة مضافة على اعتبار أنه رب العالمين سبحانه وتعالى حط عند كل شخص قدرة، وكل شخص فيه كنوز، يعني فيه أشياء ثمينة. من هذا الباب النظر إلى هذا الآخر ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه قيمة مضافة. مشكلة الدمج هي أنه لما بنحكي عن موضوع الدمج وندعم فكرة الدمج، البعض يظن أنه المقصود هو ندمج كيف ما كان، يعني خلص حطوا ذوي الاحتياجات الخاصة بين الناس وما تسألوا عنهم وما تعملوا أي شيء، حطوهم في المدارس، ادمجوهم بكل شيء، بالطرقات، بالشوارع، بالأماكن العامة، وين ما كان، المهم ادمجوهم وما تسألوا عنهم. مش هذا اللي احنا بنقصده. شغلة تانية انه في مؤسسات تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وكأنه بتخاف على حالة، انه شو المقصود انه احنا نسكر، انه احنا يبطل عنا يعني شغل. هذا كلام الحقيقة عاري عن الصحة وما بيعبر عن وجهة نظرنا يلي عم ندافع فيها عن الدمج. اولا احنا لما بنقول انه بدنا دمج، بدنا دمج بالتعاون مع الجميع، التعاون مع الجميع، يعني هذا المركز الذي يعنى بالأشخاص اللي عندهم توحد على سبيل المثال، أو أي نوع من الاحتياجات الخاصة الأخرى. هذا المركز المطلوب منه أنه يتعاون على سبيل المثال مع المؤسسات التعليمية، وزارة الأشغال مطلوب منها أنه تزبط الطرق كرمال الكفيف، كرمال الشخص اللي بيعاني من أمور الحركية. وزارة الإعلام مفروض نشرة الأخبار بالليل مثلا على سبيل المثال يكون فيها موضوع مثلا لغة الإشارة على سبيل المثال. إذن هي فلسفة مجتمع، وأيضا برامج توعية وحوارات المطلوب من وزارة التربية والتعليم، دورات للمدرسين كرمال يعرفوا كيف يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ما بعني أبدا أنه لما بيكونوا في دمج بالمدارس أنه نلغي كل شيء دعم إضافي، لا، ممكن يكون بحاجة لحصص إضافية بده يخدها، ممكن إذا كفيف قصة طريقة برايل، نعم بدك تحول له الصورة لمستند مكتوب أو لشيء يكون أوضح، طباعة المقررات، طباعة الاختبارات، تحويل الأجوبة تعيد الاختبارات من طريقة برايل للأوراق العادية، علما أنه صارت يعني أسهل بوجود الأمور الناطقة. لكن خصوصا بالأعمار الصغيرة لابد من وجود مربي وغرف مصادر ومراجع أيضا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا كان الدمج بهذه الطريقة بالتعاون بين كل الجهات، كل الوزارات، كل الأمور، أيضا المجتمع المدني، لأنه هاي فلسفة مجتمعية، فحبيت أني أقول هذا الكلام بس كرمال نوضح أنه إحنا لما منطالب بالدمج وندافع عن الدمج مش بطريقة عشوائية وبطريقة فوضوية، أو أنه كل الطلاب تكون بصف واحد ويكون الدمج بشكل عشوائي، لا، يكون بشكل منظم وكلنا عارفين إحنا لشو بحاجة كرمال ينجح الدمج.
فطالما عارفين احنا لشو بحاجة، خلونا نباشر يعني بمسألة التنفيذ. لازم يكون في تكامل بين المؤسسات اللي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وبين المؤسسات الأخرى، وأيضا زائد الأمور اللي إلى علاقة بالدول، وزارات وغيرها وغيرها. فإيجابيات الدمج وسلبيات الدمج حتما رح تكون بناء على قديش في تطبيق لهي الأمور، يعني قديش في دمج منظم، قديش في دمج فيه تطبيق واعي مش عشوائي. هون ببين معنا إيجابيات وسلبيات. رح يبين معنا مثلا من الإيجابيات إنه صار الشخص عنده مثل ما بقوله مخضرم بأمور المجتمع، لأنه بيعرف بالمجتمع وبيعرف شو عم بيصير حواليه. إذا كان مش مندمج، يعني بتحس إنه بعيد عن ما يجري، يعني في مثل ما كأنه موجود بصندوق، صندوق حتى لقدام، أو إذا صار وطلع لبرا ما رح يشعر بأنه هو متأقلم مع هذا الواقع، وكأنه هذا واقع جديد وهو الواقع اللي بده اللي عايشه مختلف وبده يضل عايش معه. فما بتقبل أنه واقع جديد، أنه في ناس حوالي، أنه في عالم، أنه في أشخاص، في بشر. هذا بصير يعني مثل كأنه موجود سمكة بالمي، يعني ما فيها تطلع بريت المي نهائيا، يلي هي أنه أنا كفيف عايش بين المكفوفين وبس. نقطة أول السطر على سبيل المثال. من الإيجابيات كمان إذا تحقق الدمج اللي إحنا بنطمح له، هو كسر الصورة النمطية يلي الناس بتشوف ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها. يعني أنا اليوم المعظم بيشوفوا ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يا حرام وشفقة ويا لطيف يعني، لكن لما بيشوفوا أنه الشخص عنده قدرات، السؤال أنه كيف بده يشوفوه؟ هل بس بالحكي؟ بالحكي ما رح يكون له طعمة قد ما أنه تشوف الشخص اللي عنده احتياجات خاصة مندمج بالمجتمع. وقت ما في داعي تحكي، خلص مجرد ما أنه شافوه أنه هو ما شاء الله شخص عنده قدرات وشخص عنده إبداع ومميز، وقت رح يعرفوا أنه لا، هاي الصورة خاطئة. فإذا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في ذوي احتياجات خاصة بيكونوا مش كويسين، يعني بمعنى أنه ممكن يكون ورش، ممكن يكون صاحب مشاكل، ممكن يكون، لكن بيوصلوا للشيء يلي إحنا كذوي احتياجات خاصة بنتمنى أنه الناس تفهموا أنه هو إحنا مثلنا مثلكم. في منا الشخص المنيح وفي منا الشخص اللي مش منيح، بمعنى انه يمكن اخلاقياته تكون مش منيحة، يمكن الى اخره، مثل باقي العالم. من الايجابيات ايضا التكامل، بتحقق التكامل. رب العالمين كل واحد فينا خلق له قدرة معينة وموهبة، يمكن المهم شيء بتميز فيه، وهذه الامور اللي بتميزنا لما بتتكامل مع بعضها تعمل إبداع. مثل السوق، خضرجي ولحام وإلى آخره، كرمال نعمل طبخة طيبة، نفس الشيء. فهذا الأمر بحقق لي الشيء اللي ما بتحقق في حالة إنه يكون الواحد منفرد. من الإيجابيات أيضا إنه بشعر الشخص براحة نفسية، إنه هو مثله مثل غيره، هو ببيئة عمل مثله مثل غيره، ببيئة التعلم مثله مثل غيره، بقلب المجتمع بالحي مثله مثل غيره، وبالتالي بيصير يحس حاله مرتاح نفسيا.
طبعا السلبيات كارثية كارثية إذا ما كان الدمج بناء على الأمور اللي إحنا حكينا فيها، وإلا رح يحس حاله إنه هو في عنده شيء غلط لأنه يمكن رفقاته يستهزئوا فيه، يمكن بالمدرسة الأستاذ ما يراعي وجوده بقلب الحصة، يمكن ما حدا يهتم فيه، ما حدا يحسسه انه هو موجود، يمكن يخافوا منه. لذلك قبل موضوع الدمج موضوع انه يكون في بيئة مهيئة انه يصير فيها الدمج. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك أستاذنا الكريم المدرب الكبير والأستاذ أحمد الشريف على هذه المعلومات القيمة، تشرفنا بك ضيفا عزيزا في هذه الحلقة، وإليكم جزيل الشكر أعزائنا المستمعين. شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم ومتابعتكم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. في الختام أريد أن أقول لكم أن الدمج جميل ورائع، فيه الكثير من الفوائد والمميزات التي تفيد الطالب وتريحه في نفس الوقت. ختاما تقبلوا تحيات محدثتكم حلمية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.